بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن سيفونات المصايل أو التوبسين يا جماعة. وإحنا لما بنقول التوبسين أو سيفونات المصايل، أولا دي مشهورة في كل الدول، تمام، ومشهورة في مركبات عديدة كمادة فعالة يعني، تمام. ولكن إحنا بنقول التوبسين لأن معظم الناس تعرف التوبسين، ويمكن المزارع اللي على قده ده او يعني ثقافته الزراعيه مش قوي، فما يعرفش الماده الفعاله ولا تهمه في شيء. المهم هو اتعود يحط التوبسين وخلاص، فعشان كده احنا بنتكلم وبنقول توبسين. وحتى الورقه بتاعته او العبوه بتاعته معروفه ان هي 400 جرام، وبنفس اللون الاخضر اللي هو حاطينه دهوت، ما بيتغيرش يعني من يوم ما عرفنا التوبسين. وهو في الاصل من افضل طبعا المنتجات بتاعته او الدول اللي بتنتجه التوبسين الياباني، يمكن غالي شوية ولكن مركب محترم جدا، تمام. اللي مخلي التوبسين مشهور ان هو يعني عامل زي ايه، يعني حشر نفسه في كل حاجة، كان عامل زي البقدونس في مصر، يقولوا البقدونس ده ايه، حشر نفسه في كل حاجة، يعني مع المحشي ماشي، مع السلطة ماشي، شغال هو، تمام. فهو بيستخدم يعني ثنائي الغرض، ثنائي الغرض بمعنى ان هو بيستخدم على الفطريات اللي موجودة في التربة والفطريات المسببة للأمراض الموجودة على النمو الخضري، وشغال طبعا فاكهة وخضر ويعني ما بيوقفش يعني، تمام. فعشان كده احنا بنركز على قصة التوبسين. كمان في حاجة، ان التوبسين بيشتغل برضو وقائي وعلاجي. يعني ايه وقائي للرجل البسيط؟ يعني ايه وقائي؟ وقائي يعني قبل ظهور المرض، قبل ظهور المرض، تمام؟ يعني كان زمان أو ما زال يمكن الدول بتطعم الأطفال بمصل معين، بيطعموهم، وحتى الست الحامل بيطعموها بمصل معين. أنا ضد ما عرفتش إيه، وضد حمى الولادة، وضد الأطفال، ضد شلل الأطفال، ورد كل ده ليه؟ هو بيتوقع إن هو يسيب المرض؟ لا، أنا أحط له من دلوقتي. فلما أنت يكون عندك مشتل لسه مثلاً شات البذور جديدة، يبقى هتبدأ تحط التوبسين من أول الخلطة اللي أنت بتعملها عشان تزرع فيها. التربة اللي أنت هتزرع فيها بتعقمها بالتوبسين أصلا، لو حتى 100 جرام كده هو على كل كيس، بتدوبه في شوية مية وبتعمل ميكس أو بتقلبه بالتوبسين ده هو، تمام. دي من أول حاجة يعني، ده الوقائي، يعني أنك أنت بتقي نفسك من هو يجيلك، تمام. بعد كده بتبدا الانبات، طلع عندي في المشتل والدنيا كويسه، ممكن اجيب توبسين، وممكن اغيره، ممكن تغيره، والافضل تغيره، اجيب مثلا روزوليكسيس المره دي واسقي بيه النبات جرام على كل لتر ميه، تمام. طيب بعد كده يا جماعه، بعد كده تعال لي بقى على انا زرعت، تمام، زرعت، نقلت الشتلات بتاعتي وحطيتها في البيت المحمي بتاعي، ممكن احط ده، انت قبل الزراعه ممكن تحط توبسين. فاكرين زمان ايام القطن، ما كان هو يعني الحاجه الكويسه في مصر بالنسبه للاقتصاد المصري يعني، زمان في الثمانينات والتسعينات كمان، طبعا كان دايما تروح الجمعيه يديك توبسين معاه، او يديك روزوليكس، تذكره روزوليكس، حتى يمكن الفلاح زمان ما كانش يعرف هي بتتعامل بها ايه، ولكن دي كانت علشان ذبول البادرات اللي بيحصل لمرض القطن، كان بيديله دايما روزوليكس يعني، تمام. طيب يعني هو شغال مع كل حاجه، يعني زي البقدونس زي ما قلت لك، حشر نفسه في كل حاجه، تمام. طيب برضو من ضمن الحاجات الحلوه بتاعته ان هو طبعا ممتد المفعول، ومتخصص لامراض كتيره، سواء وقائيه زي ما قلنا او علاجيه، وبالنسبه لعفان الجذور او بالنسبه للنموات الخضريه، عشان كده احنا بنستخدمه في حاجات كتير جدا جدا جدا. على فكره انا يعني كنت اخدت صنف طماطم كان عاجبني يعني في مصر، وجزرينا يعني، تمام، وزرعته في السعوديه في البيوت، فصب بتريتوس، فكان التوبسين بصراحه ربنا عمل يعني، كان عندي عفن رمادي او البتريتوس ده، عمل معايا حاجات كويسة جدا، ويعني أنقذنا من حاجات كتير بصراحة، تمام، مع طبعا حاجات تانية. بيستخدم برضو كوقائي للبياض الدقيق والعفن الرمادي اللي هو البتريتوس برضو، والتقرحات، وبيستخدم للأصداء يا جماعة، زي الأصداء اللي بتاعت القمح، والأصداء اللي بتصيب الفول، والصدى اللي بتصيب القمح، كل دي كوقائي التوبسين وعلاجي كمان، بيجيبها التوبسين
يعني في حدود معينة يعني، ولكن هو مركب محترم جدا تمام، وخصوصا المنتج الياباني منه تمام، وخصوصا المنتج الياباني منه. قد تكون في دولة تانية فعندك المادة الفعالة هي ممكن تقرأها. وبالله عليك الفلاح يا جماعة، هو المزارع ولا الفلاح ليه ما يكونش مثقف يعني؟ ليه ما يكونش مثقف؟ والله أنا زمان كان نفسي أدخل كلية زراعة، فكنت أشتغل يعني في شركة زي شركة دينا عثمان، أحمد عثمان في مصر، وكنت لسه في ثانوي والله، كنت أجمع ورا المهندسين أجمع الورق ده هو وأقعد أكتب فيه، ما كنتش أعرف حاجة والله يعني، بجمع العبوات بتاعت المبيد دي وأقعد أكتب اللي عليها كده في ورقة يعني، يعني يمكن نفع بس والله قبل ما يعني، أنا كنت أحب الزراعة فكنت أعمل كده. ليه الفلاح ما يعملش كده يعني؟ ليه ما يقعدش يدون كل حاجة ويعمل لنفسه كده إيه، حتة كده يعني نوتة كده ماسك بيها كل يوم كده، اه والله انا ظاهر عندي كذا النهارده، رشيت كذا، جاب نتيجه ولا ما جابش؟ طب جاب النتيجه بعد كام يوم يبقى اكرر بدون ما اسال مهندس بقى واصدع دماغه والقصص دي كلها تمام، لان في الاخر اساسا يعني ما حدش فاضل حد بالدرجه اللي انت متخيلها دي تمام. واللفحات يا جماعه برضو، التوبسين داخل نفسه، التوقعات بتاعت الاوراق ده يعني التوبسين ده هو يعني حاجه من الاخر كده، تقدر تقول يعني الحيطة المايلة اللي بتسند عليها كل المزارعين يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. فالتوبسين مركب كويس، بنختصر هو مركب كويس، مادة فعالة في اسمها سيوفينات المصايل، المركب من زمان جدا، أفضل إنتاجه دولة اليابان، اللي بعده طبعا في شركات دخلت فيه، فيها الكويس وفيها اللي هو يعني مش حلو، أنت بنفسك تحكم. بيشتغل على الأعفان بتاعة التربة كوقائي وكعلاجي برضو تمام، بنستخدمه في المشاتل وبعد المشاتل، وبنستخدمه حتى في المجموع الخضري ضد عديد من الأمراض الفطرية زي البياض الدقيقي وزي الأعفان، العفن الرمادي وزي العفن الأبيض وزي الجرب وزي الإنثراكنوز وزي الضيباك تمام يعني، وبيستخدم ضد الاصداء كوقائي بالنسبه لصدى الفول او صدى القمح او صدى الفاصوليا، الحاجات اللي احنا بنحتار فيها وعارفينها دي كلنا. بنتمنى يعني ان احنا نكون خدنا فكره كويسه عن التوبسين او سيوفينات المصايل ال ام 70، مركب محترم جدا، يا ريت تدونه وتخليه عندك. طبعا انا والله ما اعرف مين اللي بينتجه ولا هو توكيل مين، وحتى لو هعرف انا يعني هعرف في مصر، انا ماليش علاقه يعني باي دوله، فممكن في العراق يكون بينتج بطريقه تانية، في السعوديه كذلك يعني على حسب، ولكن كلمه حق يعني خليها عندك، اشتغل به وقائي قبل ظهور الامراض هيكون كويس جدا، وهو وقائي طبعا مفيد جدا اكتر ما هو علاجي. شفت انا بكررها لك، هو وقائي ممتاز جدا اكتر ما هو علاجي، فدايما استخدمه سواء ظهر المرض عندك او ما ظهرش المرض زي ما اتكلمنا قبل كده. وتاخد بال حضرتك كويس، اعفان التربة بالذات يا جماعة لو جبت لها الجن الازرق، طالما انت في الاول ما شمستش الارض بتاعتك، ما مسكتش الرطوبة بتاعتك، ما كانش التهوية مظبوطة عندك، لو كل يوم هتحط مبيد هيجيلك المشاكل هتجيلك. ده مختصر المفيد او الكونكلوجن يعني اللي انا بقول لك عليه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.